بسم الله الرحمن الرحيم. 320 مكتب 110 مش هات سمك تفاحة يعني بالصلاة على النبي عليه. تفاحة أمريكاني والله. نبدأ بالحرث؟ بكام؟ حرث 55 بلا 60 55 يا جماعة. حرث مكرونة قهروية بيقولوا عليه مكرونة واحنا بنقول عليه حارة. هو اليومين اللي فاتوا كان ماسك 60 و65. اه النهارده 55 و50. اه تمام. والشرارة؟ الشرارة 70 جنيه. 70؟ 70. طب حلو. ده يا جماعة شوي. شوي جميل. الشرارة دي شوي يا جماعة. يبقى الحارة 50 55. وشرارة 70 70. مثل الجزبة الجميل اللي انا بحبه وعشقه ده. عشرة على عشرة ده في الشوي في القلي في الشوربة. ما تقولش بكام ده يا عم احمد؟ والله بروح 80 جنيه. بكام؟ 80 70 يا عم احمد. وعشان خاطر الناس الحلوة ب70 يا جماعة. ده مثل البياض يا جماعة. سمكة حلوة. أنا جربتها في الأكل. جميلة. أحلى من القروس والجنيس. جميل. الشكر بال وعكر ده. عكر على تشكيلة بكام ده؟ 25 يا عم. 25. ده ابو جوز السود عم بحر. ده العكر ده. والمرجان العفر ده؟ ده ب 130 عم بحر. رفع شويه لو تاني، رفع شويه. لا هو كده حنين شويه. كان ماسك سعر ب 150 جنيه. الصغير ده ب 100 جنيه. في وسطي نفاره اهي. في كام واحد يتنفرها كده. كام نفاره؟ يبقى يا جماعه النفاره. ادي النفاره. عشان تبقوا عارفين يا جماعه. ادي المرجان ابو اتب. مشهورة بالأتب بتاعه. والنفارة نفس الشكل ونفس اللون بس مسحوبة مش بأتب. ايه يا جماعة؟ يبقى ادي المرجان ابو أتب وادي النفارة. والأصغر منه بكام يا الأصغر منه شوية؟ ده ببيعه ب 110. 110 ب 100 ليك يا عم. 100 حلو. 100 حلو. الموز ده جميل جميل. حجمه حلو برضه جميل. كفافي ده. انا عن نفسي اكل ده اشوي زيت وليمون اقليه زي ما هو كده افتح بطنه بس. سمكيه جميله انا الف انا اشوفها اللي اكلها. ده شعور صغير ده. ده شعور صغير. بكام؟ ده ب 60 يا عم. حجم اللي هو اللون الاصفر السويسي يا جماعه. 60 ها؟ 60 يا عم. والكاليماري والكبير منه؟ الكبير منه ب 80. حلو. الو حبيبي يا حاج احمد تمام. رحت كاليماري يا عم احمد ب 80. 80 جنيه كاليماري يا جماعه. النهارده ب 70 جنيه عم احمد بحقها. 70 جنيه النهارده. حاجة احنا هنا برضو اليومين دول يا عم احمد. الله ينور عليك. ده ببيعه ب 100 جنيه. دلوقتي ببيعه ب 80 جنيه يا عم احمد بمهرة الله. ده بربوني اسمه الدبوس يا عم احمد. بربوني. احلى بربوني يتاكل. احلى بربوني يا جماعة. بكام قلتلي ب 70؟ حلو. 80 80 80. ايه يا خالد؟ ايه؟ لا لسه ما انا هخليهم يبيعوا الحاجة دي. 80 جميل. على كملة
كان لازم عليا يا جماعه ان انا يجي لي تعليق وما اعقبش عليه، يبقى غلط في حق البوب وغلط في حقي وغلط في حق اللي بعت لي التعليق. جالي تعليق يا استاذ سيد اسماك البوب بيقول لي يرضيك يا باشمهندس احمد ان انا اخد طلبيه من اسماك البوب ب 3400 جنيه وزعلني بس. فانا قلت له انا هروح للسيد البوب وهنقل لك مباشره على الهوا وجهه نظره. بص يا عم احمد صل على النبي، اول حاجه ابعت رقم تليفونه واتصل بيا. انا هديله تليفونك. اديله تليفونك. تليفوني 010-19-89-165. ايوه طيب تطلب منه. ممكن في واحد غريب يجي من هنا يقول له اسمك البوب مثلا، يقول له اه ويبيع له على السلامه مش انا. انت عايز توظيف. انا سيد اهو. انا سيد اللي خد مني حاجه وزعلان مني. زعلان مني انا؟ يواجهني. يواجهني؟ يواجهني يتصل بيا ويقول لي انا زعلته في ايه؟ ولا كان لي حق؟ اكيد مفيش حق يعني، اكيد ان شاء الله ان شاء الله مفيش غلط. حاجه وانا تحت امر الزبون. الله يرضى عليك. عجبتني يا ابو سيد. انا ما بزعلش حاجه. عجبتني. انا ده اكل عيشي. لازم ابقى كويس مع اي حد. توضح له بقى الصوره. ايه؟ وفي سمك يا عم احمد احنا بنجيبه والله العظيم حاجه نظيفه. في ناس تقول لي انت غالي. ايوه انا حاجتي غاليه. انا ببيع غالي بس بجيب حاجه نظيفه. يعني معلش يا عم احمد في مركب خليج دخل من فتره. بيجيب صدف ويجيب شعور ويجيبه 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 ويجيبه. الشعور البلدي صيد اليوم بتباع ب 110 وب 120 جنيه. ده هيبيعه ب 80 جنيه وب 70. ممكن يقول عليا انا حرامي. لا بعد ده مركب بيقعد 35 يوم في البحر. تلج و ده بس عرض الشغل 7 ايام سفر رايح و7 ايام جاي. تمام تمام. ده غير السمك. وانا اي حد زعلان مني يا عم احمد بالنسبه للاسعار انا الحمد لله. لا الراجل ما اتكلمش في الاسعار، قال لي زعلني في الجوده. جوده ايه بقى مثلا زعلني؟ وضح هو يوضح لك وتوضح له والصوره. هاجي اصور معاك واقول لك انت رديت عليه قلت له ايه. خلاص ماشي ماشي يا عم. وانا اي حد زعلان مني يا جماعه انا بقول لكم اهو انا عمري ما بزعل حد. اكل عيش. وبعدين يا جماعه عشان تبقوا عارفين بس عشان في ناس مفكره ان اسلوبي في الكلام وحش بياخدوا عني فكره. انا اسلوبي الكلام عشان السوق كده انا واخد على كده. بس انا اسلوبي مش وحش. لا ولازم يكون داخل الاحترام برضه. لا برافو عليك. وبص بص يا عم احمد الزبون على حق في اي حاجه. صح برافو عليك. انا عمري ما بزعل حد. وانا مجرد ما قلت لك قلت لي هاتهولي وهات التليفون وانا اشوف عايز ايه. هات لي التليفون. طب ما في واحد جالي تبعك يا عم احمد قال لي جواهر السويس انا شفتني في اليكتة. خدته من السوق ونزلت وجاب يعني يعتبر ثلاث ارباع حاجته جابها من بره. وجالي انا هنا برضه في حاجات معينه جبتها له وقلت له بمنزل الله الكنال والمزارع وعرفت كل حاجه. دي امانه يا سيد. يا عم والله بيني وبين اي حد ربنا. تمام تمام. عشان كده ما بيشغلنيش الناس اللي بيضربوا فينا اصلا. لا 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 بعد الشهر بيتكلموا علينا كلام وحش في ربنا فوق. يبقى انا يا سيد امانه مني ان انا لازم اجي اقول لك واحتراما للراجل اللي بلغني لازم اقول له. وانتوا الاثنين تليفونك موجود يا ريت يتصل عليك ويا رب يكون النتيجة كويسة إن شاء الله. اللي أنت عايزه يا عم أحمد وأنا ما أقدرش أزعل أي حد وعشان خاطر عم أحمد وجوار السويس أي حاجة مباحة لأي حد. حبيب قلبي حبيب قلبي. السلام عليكم.